كيما راكم تشوفوا الشيرات اليوم ثاني اللي بقيت نوريكم السلطه. نذوقوا السلطه ان شاء الله يا ربي. كيما راكم تشوفوا هنا راني موجده الروز، راه عندي الروز، عندي هذا فيه اللوبيا الحمراء والفلفله والمايز مخلطه، عندي حبه افوكادو، عندي هنايا شويه قرناء، شوفوا كيجي داير، يجي شباب بزاف هذا القرناء مطحون، عندي هنايا حبه طماطم قطعتها هكا شرائح دائره، عندي هنايا ثاني حبه تاع خيار قطعتها ثاني شرائح، عندي شي حبات بيض فيطتهم، عندي الليم، عندي هذا الملح الخاص بالسلطه كما راكم تشوفوا هنايا، وعندي هنايا ثاني هذا معدنوس ثاني مفتت، عندي شويه ثوم غبره، عندي الملح، وعندي هنا مايونيز بالطون الكو تاعها تاع الطون. شتاني عندي هنايا سطح شيش غير ورقات مش بزاف، عندي هنايا تاني نبغي هاد الفرماج شباب هاكا نزينو بيه السلطه يجي فرماجي يابس، عندي الليمون وعندي زيت زيتون هادي باينه كيما راكم تشوفوا خواتاتي. الاولى شادر طيبت الروز خواتاتي، واحد الطريقه تعلمتها شابه بزاف الروز كيما راكم تشوفوا هنا شافيه حبه حلاوه، هادو البنيين هادو صغار هي حبه حلاوه، جربوها خواتاتي والله ما غادي تندموا، بنين بنين بزاف، تعطي ديك حبه حلاوه في الروز تعطينا واحد الكو شباب شباب ما شاء الله. نبدو بسم الله وعلى بركه الله نديرو الاولى كيما راكم تشوفوا، غادي نخلط الروز هايله شوف كتجي الشكل تاعها، نديرو شويه لوبيا مع المايز والفلفل هذه غير شويه، نخلطوهم مع الروز تاعنا كيما هكا. حاجه واحده اخرى انا ندير معاها هذه المايونيز تاع الطوم تعطيكم واحد الكو شباب شباب بزاف الروز، ولا تنجمولي ما عندهاش هذه تنجم دير مايونيز نورمال كيما راكم تشوفوا كيما هكا، ونديرو عليها شويه زيت زيتون. الروز راه فيه الملح راني مطيباته بالملح، يعني بنزيد له غير الشابيلك هكا ولا ماشي بزاف، ونديرو عليه غير فتيته تاع ثوم غبره غير شويه ماشي بزاف، ونديرو له هذا الملح تاع السلطه كما راكم تشوفوا كما هكا، هذا الملح تاع السلطه، وهذا ما فيش غير الملح كما راكم تشوفوا فيه هذه سبيناغ، فيه ثاني هذيك البصله، فيه هذه تشوفوا فيه ثاني زنجبيل، فيه واحد الكوش باب بالملح كما هكا خواتاتي. واش نديرو؟ نخلطو جميع المكونات كما هكا، نخلطوهم كاع ونخلو كاع المكونات يشربو مع بعضهم البعض كما هكا. رانا وجدناه ونديروه على جنب. ضروري واش نديرو؟ غادي نوجدو الفينيغريت تاعنا، نوجدو الفينيغريت تاعنا هاي هنا، هذا فيها شويه زيت هنايا، غادي ندير شويه زيت زيتون نوجدوها، نديرو شويه زيت زيتون هكا، نديرو شويه ليم، نجمو ديرو الخل، خل ابيض خل تفاح، انا نبغي الليم يجيني شباب في السلطه نزعز كاع، درنا بعد نقي البلاط تاعي. المهم درنا شويه ملح، درنا شويه ليم، نديرو شويه ثوم غبره، ونديرو له شويه تاع الملح كما راكم تشوفوا هكا، ها ولا خلص جميع المكونات كما قلت لكم زيت زيتون والليم وشويه ملح شويه ثوم وشويه تاع هذا الثوم الاخر وشويه ليمون. دروك نجو فيما يخص البيض، البيض غادي نديرو له هكا على هذا الشكل، غادي نقلع الصفار تاعه بسم الله يجيب العقل باش ما نهرسوش الحبه تاعنا، كما هكا ندو الصفار صغار برا مزالين حالا جويري هاد الجويري. المهم هاولا البيض تاعنا على هاد الشكل، نخلو هاد الخشب بعد ان شاء الله غادي نعمره، راكم تشوفو هاكا، غادي ندير له ها شويه تاع القرناء كيما هاكا، شويه مغرف كبيره تاع القرناء، وندير له شويه من هادي مايونيز بالطون
كيما هكا، ونزيد له شويه قزبر شويه معدنوس يابس كيما هكا. واش نديرو؟ نخلطو جميع المكونات كيما هكا. يجي واحد يقول صح يجي شباب هذا الصفار، مع الاخر يجينا شباب ان شاء الله. فتوه كاع داك الصفار يتفتت ويدخل فيه. تنجمو تخلطوه بالفرماج، مايونيز بيضه نورمال، تنجمو كاع نقولي راكم باغيين تنجمو ديرو فيه. انا هادو المكونات اللي عندي، غادي نصنع ان شاء الله بلاطه سلطه اي هكا على حسب المكونات اللي راهي عندي. نبدو دروك نعمرو الحبه تاعنا تاع البيض. كما راكم تشوفوا شيلات هاور البيض تاعي عمرته، رش عليه شويه معدنوس هكا من الفوق. كما راكم تشوفوا يجي الشكل تاعها كما هكا. دروك نبدو ان شاء الله في الوسط نشوفوا واش نديروا. نسيو نديروا هذو اوراق تاع السلطه كما هكا، ما غاديش ندير كاع طوسي فيه السلطه كما هكا دايره كاع تجي شويه باسله. نمشي درنا هذا الموديل بزاف كما هكا، بات لي ندير غير اثنين ولا هذه شويه تخصات هنا نديرو ثلاثه ولا هذه اللي مخصلها صح نديرو غير اثنين بزاف علينا يا هكا. نجو ان شاء الله انا غادي نستعمل هذا القالب شويه الكاس كي داير. الاولى اش نديرو له؟ ندهنوه بالزيت كيما هكا، ندهنو بالزيت ونعمرو فيه الروز تاعنا. نبدو الورقة تاع السلطة، كيما تشوف هاكا، كما راكم تشوفوا درت زوج دويرات كيما هكا بهذا الاخر. زدت جبت هذه الغرفيه عندي شكل مثلث كيما هكا، درتها على هذا الشكل كيما راكم تشوفوا كيما هكا. وفيما يخص التزيين خواتاتي نتوما والكوت تاعكم نتوما واش تبغوا كيما نقولوا حنايا، كيما تبغوا تزينوها تنجموا تزينوها. ديروا هكا خمو نشوفوا كش موديل جديد هكا في رسالنا نجمو نديروه. نزيد نديرو طوائر هنا نديرو الخيار تاعي نكملو الخيار كما راكم تشوفوا شيرات. انا خفيت لكم بالخبز ما يجيكمش الفيديو طويل. هنا كما راكم تشوفوا قاعد دايما نجرب تشكيله ونعاود نقلع نعاود نجرب، بس لقيت هذه الشكل النهائي راني ندير فيه. كما راكم تشوفوا حطيت كاع داك الروز، درت الطماطيس دوائر درتها، دوك نقطع في الافوكادو غادي نديرها قطع على شكل هلال هكا كما نقولوا، ونشكلها ونصيب لها بلاصه تما ونحطها في داك الصحن باش يكون التشكيله تاعها شابه. ونحطو داك البيض اللي عمرناه بالصفار والمايونيز وكاع نحطو تما كينا تاني نزوقوه، ونديرو تزيين يكون على هذا الشكل يكون مختلف على الاشكال اللي موفن نحطها لكم. تكون نجرب كل خطره نحط لكم موديل جديد تاع تزيين للسلطه. وهذه سلطه ماشي غير في التزيين، في الكو في الاشياء اللي خلطتها مع المواد الكو تاعها شباب بزاف. كما راكم تشوفوا الشيرات بعد ما كملنا هذا التزيين تاعها نجمو نديرو حبه جزر، جبت جزر كما هكا
نديرو غير هكا تعطينا واحد اللون كما راكم عارفين بلي السلطه معروفه بالالوان تاعها تاع الخضر تجي روعه 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 بزاف كما هكا. اسف على الازعاج تاع الاطفال المشاهدين كما هكا شفت. بعد ما كملنا الصحن تاعنا درنا له التشكيله النهائيه تاعه قمت بهذيك الفينيغريت رشيت عليها كاع السلطه لانه في الاول ما درتش فيها فينيغريت. منين نكملوا كاع البلا ونقربوا باه نحطوه تكون باقي لنا غير نص ساعه هكا ولا باه نحطوه نديروا الفينيغريت تاعنا من فوق كاع على هذيك الخضر تشربها وتعطينا كو يكون شباب. اي فوالا شيرات ها هو الشكل النهائي تاع السلطه تاعنا. شوف كي تجي دايره انا بغيت نديرها كيما هكا دخلت فيها جميع الخضر اللي عندي. هذا هو الشكل تاعنا درنا شويه خيار شويه طماطيس. انا في هذه الطماطم عمرتها بشويه قرنع وهنا درت لها غير شويه مايونيز كيما هكا وشكلتها بهذا الشكل تاع الافوكادو على هذا الشكل. ان شاء الله يكون خواتاتي تكون عجبتكم هذه السلطه والتزيين تاعها. ما تنسونيش خواتاتي غيب البصمات ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. نخليكم على خير امسيه سعيده تهلوا في رواحكم. سلامه.